بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الصائمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في معين الخير، نحن في هذا الشهر المبارك، نحن في ضيافة الرحمن، والله سبحانه وتعالى من لطفه على عباده أن حثهم على عبادته لا لنفسه، إنما يطلب الخير لهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز حاثا عباده لأجل أن يوصلهم إلى درجات رفيعة في مرضاته وفي جنانه. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الإنسان المؤمن أن ينشد الأوقات التي تكون فيها الأعمال مضاعفة. وأي زمان أرفع وأسمى وأكثر خير من شهر رمضان المبارك؟ وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا، لم يترك الأمر غامضاً، وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحن في سفر، نحن كادحون، شئنا أم أبينا، أيام سنين لابد أن تنقضي. نعم، غاية الناس في الحياة فناء، وكذا غاية الغصون الذبول. فعلينا أن نتخذ من هذه الحياة القصيرة المؤجلة المحددة حياة سعيدة، وأن نرسم لآخرتنا مستقبلا ننعم به في رضا الله سبحانه وتعالى. وكيف ننعم بهذه الرحمة؟ إذا امتثلنا لأمر الله ولأوامره، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن أن نسلك هذا الطريق وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى أمر عظيم، عنوان من العناوين المهمة في القرآن الكريم، حيث أن الله سبحانه وتعالى ما امتدح طائفة في كتابه العزيز بمثل ما امتدح المتقون، إلا أن التقوى أوجزها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في جملة قصيرة. سئل يا أمير المؤمنين ما التقوى؟ قال التقوى هي الورع عن محارم الله. وهنا أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن أعلى مرتبة من مراتب التقوى، لأن التقوى لها مراتب. واقعا مناشئ التقوى، التقوى تنشأ من منشأين، أولهم الخوف، الخوف من النار، الخوف من العقوبة، فيتقي الإنسان يتقي ذلك الخوف. والمنشأ الآخر أيها الأحبة الورع، الورع عن محارم الله، كما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، تعلمون ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال إلهي ما عبدتك حيث عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة، أهل للعبادة فعبدتك. قد يقول قائل هل أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يرغب في الجنة أو لا يخاف من النار؟ لا، إلا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن لنا أنك يا رب لو أنك لم تعد للمطيعين الجنان ولا للعاصين النار، أنا عبادتي ما تتغير لك يا رب، لأنك أهل للعبادة، لأنك أهلا للعبادة يا رب العالمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتقيه، خصوصا في هذه الأيام أيها الأحبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصفه لشهر رمضان أن أبواب الجنان مفتوحة أو مفتحة، فادعوا الله أن لا يغلقها عليكم، وأن أبواب النيران مغلقة فادعوا الله أن لا يفتحها عليكم. وكيف يفتحها أو يغلقها؟ نعم، تنفتح النار على الإنسان بالمعاصي، وتغلق الجنة أيضا بالمعاصي أو ترك الطاعات.
نسأل منه جل وعلا أن يجعلنا وجميع المؤمنين من عباده المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.